نعم مشاهدينا، نحن الآن في كنيسة مارجرجوس السرياني الأرثوذكس، حيث يقام قداس إلهي بمناسبة إعلان إحياء الذكرى المئوية للإبادة العثمانية للسريان. هذه المذبحة التي سميت باسم مذبحة سيفو. إليكم الصوت والصورة. دابا عند حين ودرابونين ودم الفونين ودعاني ذين وادخلون عني ذم ايمني بتريون علمي العلم علمي سوفيا ثي افرسكومي قم شافي كلام مصطوط كم رورابو هم عليو نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور شويلان دوينا محايده برحم فيضوخ وبينا حشلوم وحالو حرينو نوشق قد اشتوالو ايتوم مسقينا لو شبحو توديثو لو بريضو خو احيدو لو روحيدو قد اشوم وشوب خول ازبام ان العلمين Come on. يا من هو وحده رب رحوم ساكن في العالي ويتطلع إلى أوضاع الأعمال أرسل بركاتك على الذين نحن رؤوسهم أمامك وباركهم بنعمة ابنك الوحيد
الذي معه يليق بك التسبيح والتبجيل والملك، ومع روحك القدوس وشو وابخو الإسبان العلمي. أيها الإله الآب، يا من برافتك الجزيلة أرسلت ابنك إلى العالم ليرجع الخروف الضال، لا ترفض خدمة هذه الذبيحة غير الدموية، لأننا على رحمتك وليس على برنا متكلون. فلا يكن هذا السر الذي دبر لخلاصنا دينونة لنا، لكن واسطة للصف عن خطايانا ولحمدك وشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس المجيد. هوشو وابخو الإسبان عن العلمين. قم شافين، قم تحثون، قم نعفوثون، قم زيوثون، قم قادشوثون، قم دنكولان حيب حبوب هيمونوث دشرورون، مثيا دونوين تندحلا ثلوب النافورة ديم حلتو قادشتو نغضو مين سيمون حور بداي كمرو راب وام اليوم تبشينو بشلوم ودبثوم حيث لالو أبو مركول قارب رحمة وشلوم ودبثو توديدو حبة الله الأب ونعمة الابن الوحيد وشركات وحلول الروح القدس الفرقليط لتكن مع جميعكم إخوتي وأخواتي إلى الأبد. أمر قادلا لتكن عقولنا وقلوبنا وأفكارنا في هذه الساعة فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله إله عند الرب الإله، لنشكر الرب بمخافة إنه لواجب عليه حقا، إنه مستحق وواجب أن نشكر ونمجد ونسجد لخالق الكون مع الملائكة وطغمات رؤساء الملائكة هاتفين بألفاظ التسبيح وقائلين قادش 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 يا رب قدوس وكثير الرحمة، ومن أجل محبتك للبشر جبلت الإنسان من التراب وأسكنته الفردوس، وعندما خالف وصيتك لم تتركه في الضلال، لكن أديته بواسطة الأنبياء، وفي آخر الأزمنة أرسلت ابنك الوحيد إلى العالم فتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء لأجل خلاصنا، ولما أزمع أن يقتبل الموت الإرادي عوضا عنا نحن الخطأ، ذلك الذي هو
بلا خطية، أخذ خبزا على يديه المقدستين شاكرا، خدين فات الدم قامل الموت صبيانا يحلو فين حاطو يضلحطو نساب لحمو بيذاو خدي شوثو خذو قديش ومار سبخوا المنعون وفغر دحلو فيكون وحلم ساقية مثل صيف مثيها بالشبقان وضحطوا والحيد العلم علمي الكوسون ساب وخذوا ذي باريخ وقادش ويابلون لجيا وقادش ومار سابشتوا منك الخون هنا وديم دحلو فيكون وحلم ساقية مثل شد مثيها بالشبقان ودحطو والحاية ده العلم علمي ما أودع الرسل القديسين هذه الأسرار أوصاهم قائلا هكذا اصنعوا لذكري حتى مجيء مجيئك الخلاص ومجيئك الثاني نرفع إلى جلالتك تسبحة متوسلين إليك لكي في يوم الدينونة الرهيب الذي فيه تفحص أعمال الأبرار والأشرار لا تسلمنا يا رب للنار واللهيب حيث البكاء والنحيب لا نتعذب متحسرين بسبب آثامنا وشرورنا لكن اشفق يا رب علينا وارحمنا واصرف نظرك عن خطايانا وإنا هذا تتضرع إليك بيعتك وبواسطتك ومعك لأبيك قائلتان رحم علي
قرباني هولين روحه حديشه هوموريه شويله طول ابرد موضه ملكوته بوسيمته ومويته حاولنا دي اخيكي عفيفته بحلاته دي لقوان حيث اخيونه على المراني شو امشي حبيض من النهره واخليشوني بنوره على شريحة بغليته استجبني يا رب واشفق علينا أيها الصالح وارحمنا عبيد اللحمون فغر معبد حي فغر فاروق فغر تمشي حو الو ديلا والكسون شملي دمو دي افيق ذاتو دمو فروقايو دمو دي لدم شيحو ولو دي لان كي تكون هذه الأسرار لمتناوليها تنقية لقلوبهم وتطهيرا لأفكارهم وتقديسا لنفوسهم فيرثوا بها ملكوت السماء والحياة الأبدية فنحمدك ونشكرك وابنك الوحيد وروحك القدوس المجيد هوشو وبخول إزباغ أن العلمين بارخ مون صايم كشاف موران ولوها بيدونون رب وضحيلو قديشم حلوف كلهون نبوث ومدبرون ديلان هونون قيمين ريشاين يومون وبحايدتنون عيدو ثم قديشو ثم دلوت بربا فنيون روين ومدبرين قديشم يقريم وطبثون فطر يرخو ديلان أبون موران مرغناطيوز وفريم ترايونوم وابن مرتموثي ودرس رايونهم وحسيو ديلان ابن موريا والنيس وابن مرسلوانوس وابن مرديونيوسيوس ابن تيموثيوس وابن مرتموثيوس عم شاركوت كلو نفس خوفير تدوكسو سلطون شروط ميلان المريون اتكشف قرية بارخ مو بجعل يا رب رعاتنا وكلاء قديرين وزينهم بأمن المنك وعون ليتضرعوا مبتهلين إليك من أجلنا فنسبحك ونشكرك وابنك الوحيد وروحك القدوس المجيد هوشه وقول سبان العلمين لنذكر ايضا جميع الموتى المؤمنين الذين تقدموا فانتقلوا من هذا المذبح المقدس ومن هذه البيعة وهذا البلد
ومن كل البلاد والنواحي، راقدين على المعتقد القويم المستقيم، وبلغوا إلى الله رب الأرواح والأجساد، فإننا نطلب مبتهلين إلى المسيح إلهنا الذي أخذ إليه نفوسهم وأرواحهم لكي يوهلهم برحمته الجزيلة للحظوة بغفران الذنوب والصفح عن الخطايا، ويبلغنا وإياهم إلى ملكوته السماوي. ولنهتف ثلاثا قائلين: قري ليسان، قري ليسان، قري ليسان. واحد فقط الذي ظهر على الأرض خطيئا، وهو ابنك الوحيد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بجاهه نمج الحظوة بالرحمة والصفح عن خطايانا وخطايا أمواتنا المؤمنين. أني حس وشبو الله وشرع ثدي لندلون أيلين ضحطينان دوميك بصبيانا ودل بصبيانا بيداتا ودل بيداتا. لن والعنيدين أشول شولو ممشي حويو كادلو هيدات لسق الوذو دي لانو دلهون أي كانوا دبهو دي أخمو دبخل هين اشتباحو نتقلاس مثادار اشمو دي لوخم يا قابخل وان ببخو عمد موران يشو عمشي حو ودروحو دي لو قديشو وشو وبخو لسباب أن العلمي كان ضيطا عيطا وكتار دور دورين والكل دورين ما يعلمين من بارخ شلمو كن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم إخوتي. أخوان الشهيد حاشم الفؤاد وضب ساخ مسكيف وفرشت نفسي من فهرك الرسول وفرشت له من ذا الذي يفصلني عن حبك، من ذا الذي يبعدني عن دربك، من ذا الذي يفصلني عن حبك، اليوم من ذا الذي يبعدني عن دربك، السيف لا شدة لا خطر لا لا حياة لا ممات لا بشر، عزمتي وثابت نحو العلا تستقل أرزاق أقحم الألم بفمي ودمي أفلت الأمم، إن
دعا الحبيب أحمل الصليب وأجيب أنا من ذا الذي يفصلني عن حبك من ذا الذي يبعدني عن دربك السيف لا أم شدة لا أم خطر لا لا حياة لا ممات لا بشر شكرا لحطيت العلم وريونتك يا شاف قري ليسون قري ليسون قري ليسون نصد التسابيح لله الآب الفريد ونقدم السجود لابن الوحيد ونهتف بالشكر لحلول الروح القدس الفارق لي نحن الذين بين يديك نسلم كافة أيام حياتنا يا الله يا رحوم يا شفوق اصنع معنا رحمة وحنانا واشفق علينا أيها الصالح وارحمنا اللهم يا قابل الصلوات والمجيب إلى الطلبات إننا نبتهل إليك مصلين هذه الصلاة الربانية التي علمنا إياها ابنك الوحيد القدوس هات فينا بقلب خاشع وقائلين أبونا دبش مايو Thank you.
الجلي والإله الحليم لا تسمح بدخولنا في التجارب التي لا نقوى على احتمالها، لكن نجنا بعميم رافتك وخلصنا من سائر الآفات، لأن لك السلطان والملك وإليك نصعد حمدا وشكرا، وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس المجيد هوشو وابخو الإزباق أن العلمي. شلاما مخكف ريشي اجري عيدوخ كنطري الرحمة يدوخ عاتيري شدر موري وبركو ثيدوخ مقدش الفغري والنفشوثو وروحو ثدكو لينا مشويلان مشوت فينا بروزاني دمشي حدكو بالحايم الغ مسقينا شبحو توديثو لو ابريدوخ واحيدو لروحي ذو قديشو هوشو وابخو الزبان العلمي. شلاما طيبو ثو رحمة دتلي ثو يوثو قد اشتم شبحتو لبري ثو يتيتو ومثوم ويتو زغيتو وشو يذبو سيام تيوي عم كل خونا حا اي العلمي. قدش القديش لا تخايو زودت نفيا بو ونبلحو حديثيون العالم والمين آمين. معنا هو الابن الواحد القدوس الذي خلق العالم بتحننه. معنا هو الروح الواحد القدوس الذي هو مكمل ومتمم جميع ما كان وسيكون، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وشوق للظلم والمين آمين. Yeah.
ناب وبرو روح قديش حاضلوه شرير وأمين. من سيفصلون عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ الرسالة إلى الرومية الإصحاح الثامن. أصحاب النيافة والسيادة والمعالي، أيها المؤمنون الكرام، بهذه الكلمات النابعة عن قلب مؤمن وملتزم بمبادئ روحية خالدة، يخاطب رسول الأمم القديس بولس المؤمنين في عاصمة الإمبراطورية روما التي تفننت بالفتك بمن اتبع طريق المسيح، فصلبت البعض وألقت البعض أمام وحوش كاسرة جائعة، وحزت بالسيف رقاب البعض لكي يخاف الباقون من نفس المصير فيعود عن إيمانهم إلى ضلالة عبودية الأصنام والمخلوقات بدل الخالق. وبدل أن يقضي الطواة على أتباع السيد المسيح، نرى القافلة تلو الأخرى تعتنق تلك المبادئ السامية التي دعا إليها السيد المسيح، وذلك بعمل الروح القدس القادر على تغيير قلوب الناس وبتأثير تلك السحابة من الشهود الشهداء الذين دوخوا العالم بتلهفهم لنيل الشهادة من أجل إيمانهم، حتى أن الوثنيين كانوا يندهشون من مواقف المسيحيين وهم مساقين إلى الذبح، فكانوا يتساءلون ما بال هؤلاء المسيحيين مقبلين على الموت بفرح وابتهاج. ذلك أن هؤلاء الوثنيين لم يروا ما كان يراه الشهداء بعين الروح من أكاليل مجد تنتظرهم في السماء. وهكذا قدمت الكنيسة وما زالت تقدم قوافل الشهداء في كل عصر ومكان. إذا أصبح دم الشهيد يروي وينمي بذرة الإيمان التي يزرعها الله في قلوب الناس، وفكرة الشهادة هذه ترسخت في عقول الناس منذ أقدم العصور وأضحت طريقا يسلكه الناس للدفاع عن عقيدتهم ومبادئهم. ولكن الشهادة لا تكون لمرضاة الله، وكأن الله لا يرضى إلا بالدم والعنف والقتل، فيبادر المجرمون وسفاك الدماء إلى الفتك بالعباد وتخريب البلاد مدعين أنهم يرضون الله بأعمالهم هذه. أي إله هذا الذي يرضى بقتل الناس وسفك الدماء وهتك الأعراض لمجرد أن هؤلاء يختلفون بعقيدتهم وطريقة عبادتهم لله الواحد؟ هل يعي هؤلاء أنهم يسيئون إلى إلههم فيجعلون منه إلها قاسيا متعطشا إلى دماء الناس، وكأنه محتاج إلى ذبائح بشرية ليتمكن من الديمومة والاستمرارية، بينما يعلمنا الله تعالى أنه يريد رحمة لا ذبيحة. أما الشهادة الحقيقية أيها الإخوة، فهي تلك التي تأتي نتيجة الدفاع عن المعتقد والمبدأ، هي تلك التي يقبلها الإنسان عندما يخير بين الموت ونبذ الإيمان أو بين الاستسلام والذوذ عن حياض الوطن، فيقدم الجندي حياته رخيصة في سبيل فداء أرضه وعرضه. وهذا ما رأيناه ونراه من جنودنا البواسل ومن كل من وقف في صفهم للدفاع عن هذا الوطن العزيز سوريا، وخاصة في هذه الأيام التي استهدفتها أمم وشعوب كثيرة، أرسلت ما لديها من مجرمين وقطاع طرق وإرهابيين لمحاربة أبناء سوريا، فتصدى لهم السوريون الشرفاء من عسكريين ومدنيين مسترخصين حياتهم في سبيل فداء وطنهم، فاستحقوا أن يكرموا وأن يدعوا على لسان الرئيس الراحل حافظ الأسد بأنهم أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر. أيها الأحباء، نجتمع اليوم لنطلق سنة اليوبيل المئوي، أي استذكار مرور 100 سنة
على بدء الإبادة الجماعية للسريان مذابح سيفو التي ارتكبت بحق الشعب السرياني السوري الأعزل الذي لم يرتكب ذنبا سوى أنه اختلف مع منفذي هذه الجرائم بالمبدأ الديني والعقيدة، إذ اختار أن يظل مخلصا لإيمان الآباء والأجداد على تغيير دينه أو طريقته في عبادة ربه. ففي مدة قصيرة قامت أجناد الشر من بني عثمان ومن جاراهم من الشعوب الأخرى بإعلان حرب إبادة ضروس على الشعب الأرمني في البداية بحجة التآمر والخيانة، ما لبثت أن انقلبت إلى حرب إبادة ضد كل شعوب المنطقة غير المسلمة من أرمن وسريان ويونان وغيرهم، وكانت نتيجتها أن سقط من شعبنا السرياني بكل طوائفه ما يزيد على 500,000 شهيد، وذلك في منطقة جغرافية تمتد من حدود إيران شرقا وحتى شواطئ البحر الأبيض المتوسط غربا، وتشمل ضمنها مدنا وأقاليم تاريخية كانت مراكز هامة للمسيحية السريانية وللعلم والمعرفة والثقافة والحضارة الإنسانية، مثل ديار بكر وماردين وطور عابدين ونصيبين والرها وأنطاكيا وغيرها، وكلها بلاد سورية كانت محتلة من قبل الدولة العثمانية. وهكذا انطلقت تلك الحملة لترسخ أمرين: أولا لتطهر تلك البلاد من الشعب المسيحي الذي اعتنق المسيحية منذ بدايتها في النصف الأول من المئة الأولى للمسيحية، والرسائل المتبادلة بين أبجر الخامس ملك الرها والسيد المسيح تشهد على ذلك، فتشبع هذه الإبادة الدينية رغبة أولئك الذين لم يحتملوا وجود من يخالفهم الدين والعبادة، وذلك بسبب ضيق أفقهم وعدم ثقتهم بالله، وكأن الله قد خصهم وحدهم بالحقيقة وهو غير قادر عن الدفاع عن نفسه أمام ما رأوه تهديدا لإيمانهم ومعتقدهم. ثانيا، جاءت تلك الإبادة الجماعية لشعب طالما اعتبر غريبا عن الهوية العثمانية ولغتها التركية، فالشعب السرياني لم يعرف غير اللغتين السريانية والعربية، ولم يشعر يوما بأي انتماء للقومية العثمانية، وبالتالي كان يمثل حجر عثرة أمام سياسة التتريك التي كانت ناشطة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وقد رأينا نتيجة تلك المجازر، حيث أبيد معظم شعب تلك المنطقة السرياني السوري، مما سهل ضم تلك البلاد إلى الدولة التركية التي نشأت بعد تفكك السلطنة العثمانية. وفي سبيل تحقيق تلك المآرب عمد العثمانيون إلى استغلال الدين، فذبحوا باسم الدين كما قاموا باستعمال الشعب الكردي الجار للسريان، فحضوهم على الاشتراك بتلك الجرائم بحجة إفساح المجال لهم لتأسيس وطن قومي للأكراد في تلك المناطق. وإذا ما أردنا العودة إلى تلك الأيام القاسية لنرسم صورة ما حدث، فما أظن أن أي مؤرخ أو باحث يستطيع أن يرسم صورة حقيقية لتلك الفظائع التي يندى لها جبين الإنسانية. إننا ندعو تلك الحقبة السوداء من تاريخ الإنسانية بلغتنا السريانية بسيفه، أي السيف، تعبيرا منا عن حجم الآلام والمعاناة التي عاناها آباؤنا وأجدادنا. فبعد أن جمعت قطع السلاح القليلة التي كانت بحوزة بعض الأفراد بحجة تسليمها لصالح الجيش على جبهات القتال، بدأت عمليات سوق الرجال من المدن والقرى السريانية ليتم ذبحهم أو إطلاق الرصاص عليهم على بعد مسافات قليلة من قراهم، ثم عاد المجرمون لينهبوا البيوت ويستولوا على الممتلكات وينكلوا بالنساء والأطفال. لقد حاولت وبدون جدوى أن أنسى قصة تلك المرأة التي بتر المجرمون ساقيها وذراعيها، فأخذت تلتقط رضيعها بأسنانها لتقربه وتطعمه من ثديها.
وقص على ذلك آلاف القصص التي سمعناها من الذين نجوا من تلك المذابح. ولا أخال أي عائلة سريانية تخلو من ذكرى جد أو جدة أو عم أو خالة نجا بتدبير إلهي من تلك المذابح، فأصبح شاهد عيان يحكي قصة شعب قاس المآسي حفاظا على إيمانه ومبادئه. فأصبح الشعب السرياني بأكمله شهيدا وشاهدا على ما يستطيع الإنسان من ارتكابه من فظائع ومآس. ولم تنتهي المأساة بالقتل والدمار، بل استمرت لعدة سنوات حيث انتشر الفقر والمرض بين الناجين، وخاصة الذين اضطروا لترك بيوتهم وأراضيهم، انتقلوا إلى مدن وقرى أخرى، فتشتتت العائلات بينما بات يدعى بشمال الخط وجنوب الخط، وهو خط الحدود الاصطناعي الذي رسمته اتفاقية سايكس بيكو، فانفصل الأخ عن أخيه والأم عن ابنتها. لكن الباقية المتبقية من هذا الشعب الحي المؤمن لم تستسلم لليأس والقنوط، بل انتفضت من الموت والقتل والدمار. وإن كانت الجراح لن تندمل بعد، فأظهر السريان بأنهم شعب أقوى من الموت والسيف والاضطهاد. إنه شعب مؤمن بالحياة والرجاء، فلملم أشلاءه ووقف على رجليه متحديا قاتليه ومضطهديه، فبنى من جديد الكنائس والمدارس، وأسس الجمعيات الثقافية والمؤسسات الخيرية والرياضية والاجتماعية في كل مكان انتقل إليه. وما أشبه اليوم بالأمس أيها الأحباء، فبعد مرور 100 عام على سيفه نرى أنفسنا أمام إبادة جماعية جديدة، فجلاد جديد من نفس الروح يعود إلى الساحة مجددا ليسلط سيفه على رقاب كل من يقول لا للظلم والعدوان، لكل من رفض تغيير معتقده ودينه، وكأني به يريد أن يكمل ما لم يستطع إنجازه قبل عام. وربما تكون أدواته تغيرت وأساليبه تبدلت، ولكن الهدف واحد، وهو إبادة شعب لا يرضى بالخنوع وسلب الإرادة. إنما يتعرض له اليوم أبناء سوريا الأحباء وأبناء العراق الأعزاء من تهجير والتقتيل ومن قبل أعداء الخير والإنسانية، لهو جريمة إبادة حقيقية، إبادة للأنفس البشرية وللحضارات الإنسانية التي قامت على هذه المناطق. أشهر كثيرة مرت أيها الأحباء على اختطاف أخوين الجليلين المطرينين بولس يازجي ويوحنا إبراهيم، وكما عودتنا ستبقى المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان تراقب عن كثب هذه الجرائم دون أن تحرك ساكنا، ولكننا لن نهدأ حتى يعودا إلينا بأسرع ما يكون. ومن هنا نخاطب كل من يملك القرار بالإفراج الفوري عنهما وعن جميع المخطوفين. إن رسالتنا اليوم واضحة، ونطلقها من هنا من دمشق عاصمة التاريخ، وليسمع العالم بأسره: هذه أرضنا ولن نتركها مهما فعلتم بنا. ومع القديس بولس الرسول نصرخ ملء الحناجر: من سيفصلنا عن محبة المسيح والوطن؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ رحم الله شهداء سوريا، رحم الله شهداء مذابح سيفه وشهداء السريان في العراق ولبنان وفي صدد وحلب والجزيرة وفي كل شبر من تراب هذا الوطن الغالي. أيها الأحباء، من هنا نعلن انطلاق احتفالات الذكرى المئوية الأولى لمذابح الإبادة الجماعية للسريان سيفه. لن ابني وابنو ثديعي تسريتو تكتنب كل دكثو دديو مكو شمعي وكو حوزن كمينا نخو أديو ما بوقي روانو والوه يوم برخوتكم قدمينا لهركي بدار مسوق امديثو اريش كنتو سوريا
كمشارينا بشاتو دهويو شاتو لو دخرونو دو سيفو ايه باكو ذكرينا موش نتفايتي علو سيفو دافي علو عام ايضا وسريويو امشي حويو دي بقطيل مودى الفايو من ابني دعيتو سريتو من نحن ايضا انر من نويه ميو نويه ومحريني مركي كم قدمينا إمل ثاثي لنا ابن ديتو سيتو بكل دكتو لنا حوث لنا حنوني احم على يحسايو لنا ابن كوني رحيمة لم شمشوني لو عامو سيو كمينا احنا ابن دحاينا ولدنا ابن دو موتو وسيفو خدي دربو لو قادر علينا بي ومانك ميموشني اديو مستي لو سيفو دو قتلو تكوي هركب النطرو ثاني ولو سيفو دي قولو ثق قادر علينا إلو قد فيشينا حاية بسبب دي هيمونو ثد كتلان بالوه ودو سبرو كتلان وتخلونو كتلان على الوه طلبينا ما يكولا يخوب كل دكثو دي شاتاثي كولا إيه بس يموتو دخرونو لسوه ديدو سيفو كتويلا نحفي طوثو غلبة هركي وبوريفي بوهند وبأمريكا وبكل دكثو كت إيه بس ريوي كبعينا أن ابن ديتو سريتو كولا مشتوت في إيبا وهوخا منطن البولية ومل في الناعي مثي منها ويميقم موشني على عام أيضا لجنة قحرته ميدانو لوي كلوزم لوطو عينا ألون بارك على الكولا يقو ومنا طرفو بس لاوثو دسو دي قاديش يدو الله فالو مريم آمين. هاليلويا من
بمذبحك المقدس ينحدر غفران لعبيدك يا ابن الله، يا من أتيت من أجل بخلاصنا ومزمع أن تأتي من أجل بعاثنا وتجديد جنسنا إلى الأبد. شوت موريو الو يا مين اخلو مبحزيوني ثو باريخ الكن شونو تسوغو ذيك دم قبلي المسافر ودمو يا اخي روح ست حوبي شبقونو ضحطوي فالقليو ذا في دقدو ميك موران والوهان العلمي تكن مراحم إلهنا العظيم على حامل هذه الأسرار على مناوليها وعلى متناوليها وعلى كل من له تعب واشتراك فسيشترك بها مراحم الثالوث الأقداس فلتكن علينا وعليكم في العالمين. شبحولوخ موران ونوان فروق ديلان يشو امشي حول عالم شبحولوخ جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك الغافر الثمين الذي شربناه لا يكونان لنا يا رب دينونة ولا انتقاما لكن صلحا وسلاما وحياة أبدية لجميعنا وارحمنا. قبلنا طيب ضد الوتان أستمت رخام علينا
وبالصديقين الذين منذ البدء وسامهم ونسبحك ونشكرك وابنك الوحيد وروحك القدوس وشوق الإسبان العلمين بارك مور شلومو الكل من بوثر سيبوثاد روزي أولين قد شواله يدي فيه تبق دمر يوم رحمونه ريش النركين قضوميك موران والوها نسجد لك يا ربنا ونسبحك طالبين من أجل خلاص العالم من أجل شبع الجياع وإعالة المساكين وحفظ الأحياء وراحة الموتى وتفقد المرضى وعزاء المكتئبين تفقدهم يا رب رحمتك وبارك شعبك وصن ميراثك بقوة صليبك الظافر لأنه لك ينبغي السجود ولأبيك وروحك القدوس هوشو أبخو الإسبان العلمي بطخون عامن سهد بريري سلوثخون عامن لصلا وثخون نشمع مريو ونحاسلا لا صلاة وتخد صاري نباتي شربت درغز من كل لينة ملك وزقون هيمون وثور بارك مور زينو بشتو عم حاني بنت مكون طيبو صباح من دكيف ريطو قادشتو عم زوجة بكوثو تنسبتون من فرح حسين راحي في عم قابي بحي عميثة في قاي بصيبة زايكون من فرش معطي طاجة تتحسي حبيكون شبقوا صريكون واتنيح حوضت عليكون ايام دين عبدون حيلو حاطو اثنين تعدار بدون سلطون بارك مور اذهبوا يا اخوتي فرحين مسبورين وصلوا لأجلي أنا الضعيف بارك مور صاحب القداسة بطريركنا المعظم مارناطيوس أفرام الثاني الكلية الطوبة وجزيل البر بارك مور باسمكم سيدي صاحب القداسة نرحب بجميع الذين شاركونا افتتاح سنة المئوية الأولى لمجازر الإبادة السريانية سيفو ونشكر حضورهم معنا نخص بالشكر معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كيندا الشماط الجزيلة الاحترام سعادة النائب في مجلس الشعب السوري السيدة ماريا سعادة جزيلة الاحترام مدير منظمة اليونيسيف السيدة هناء سنجر الجزيلة الاحترام وجميع الرسميين وممثليهم كما نشكر جزيل الشكر ممثلي رؤساء الكنائس المسيحية في سوريا ممثل غبطة بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر سيادة الأسقف فرام معلولي الجزيل الاحترام ممثل غبطة بطريرك الروم الأرثوذكس الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام الجزيل الاحترام سوا تشيلنسا نونسيو أبوستوليكو إن سيريا مونسنيور ماريو زيناري لي كوي إن سوا كازا بنفنوتو نشكر أيضا جميع أصحاب السيادة مطارنة الكنائس المسيحية في دمشق وجميع الآباء الكهنة الأفاضل والرهبان والراهبات الآن أحبائي ونشكر أيضا القسيس بطرس زعور رئيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية في دمشق أهلا قسيسنا الحبيب الآن وبعد الكلمة الصغيرة والشكر سنخرج جميعا إلى باحة الكتائية لإيقاد الشعلة إعلانا
لافتتاح سنة المئوية الأولى لمجازر العبادة السريانية سيفو، وسنضع الورود إكراماً لأرواح شهداء سيفو وشهداء سوريا. يلي ذلك افتتاح معرض صور سيفو وإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمئوية العبادة السريانية سيفو. الخلود لشهدائنا الأبرار وبركتهم معنا، آمين. سنخرج مع صاحب القداسة. نطلب الإذن من قداستكم والحضور الكرام للوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء سوريا وشهداء أجدادنا السريان الذين ذبحوا على يد الإرهاب والتكفيريين. ومن يد قداستكم تضاء شعلة الخير والمحبة والسلام لتكون درباً ونوراً للأجيال القادمة.